السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا كما في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ففي هذه الآية إخواني وأخواتي ضرب الله جل وعلا هذا المثل العظيم لكلمة التوحيد وهي الكلمة الطيبة وللعقيدة الصحيحة في قلب المؤمن. فضرب الله جل وعلا مثلا لذلك بالشجرة الطيبة المثمرة التي ضربت عروقها في الأرض وتؤتي هذه الشجرة الطيبة ثمارها كل حين بإذن ربها. فهذا هو مثل التوحيد ومثل العقيدة الصحيحة في قلب كل مؤمن. وهذا يدل عباد الله على أهمية العقيدة وأنها هي الأساس وهي الأصل، فهي كالبنيان العالي الذي لا يقوم إلا على قواعد متينة. فهكذا الدين عباد الله لا يعلو ولا يقوم إلا إذا قام على هذا التوحيد الخالص
وعلى هذه العقيدة الصحيحة. ولذلك عباد الله، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعتني بالتوحيد وبالعقيدة الصحيحة عناية بالغة. فها هو صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة وهو يدعو الناس إلى هذه العقيدة الصحيحة، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك طيلة العهد المكي. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ظل صلى الله عليه وسلم يربي الناس ويربي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا التوحيد وعلى هذه العقيدة الصحيحة، بل لم يترك نبينا صلى الله عليه وسلم دعوته في هذا الباب حتى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الموت، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها صلى الله عليه وسلم ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمسة أيام، وهو يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور أنبيائكم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. ثم اعلموا عباد الله بأن من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقضية التوحيد والعقيدة الصحيحة، كان عليه الصلاة والسلام يربي الناس جميعا على ذلك، صغيرهم وكبيرهم. فقد ثبت في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو غلام صغير: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكان من عناية النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيدة أنه يهتم بها في السفر وفي الحضر. فقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح ذات يوم وهم في سفر، وكانوا بالحديبية على إثر مطر نزل تلك الليلة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأمر العقيدة حتى في أوقات الحرب وفي الغزوات والمعارك. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي وقد الليثي رضي الله عنه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة في غزوة، فمروا بشجرة يقال لها ذات أنواط، كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم يتبركون بها. فقال بعضهم ممن كان حديث عهد بجاهلية، قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بل من شدة عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمر العقيدة كان عليه الصلاة والسلام يهتم حتى بتصحيح ألفاظ الناس في هذا الباب. فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم مرة من يقول ما شاء الله وشاء محمد، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال بل ما شاء الله وحده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع من يحلف بغير الله جل وعلا فينهاه عن ذلك، ويقول عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويقول عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فهكذا كانت عناية نبينا عليه الصلاة والسلام بأمر العقيدة. فاحرصوا عباد الله، فاحرصوا عباد الله على توحيدكم وعلى العقيدة فتعلموها. تعلموا عباد الله عقيدتكم، وهي العقيدة المستمدة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفلحوا في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. After mentioning the speech of the need, the Sheikh said that they started with the ayah from Surah Ibrahim عليه الصلاة والسلام, the ayah which says, have you not seen how Allah set a parable, a good word like a good tree? Its root is fixed in the ground and its branches are up high in the sky. It brings forward its fruits every time, and Allah sets forth examples for the people so that they may remember. The Sheikh said that in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala gave us a parable. Gave us a parable for the word of at-tawheed, the good word, la ilaha illallah, there is no true God except Allah. Allah subhanahu wa ta'ala gave this word the parable of a good tree. A tree that brings its fruits. This tree is firmly grounded. Its roots are firm in the ground. And this tree, every time it brings forth its good fruits by the will and the permission of its Lord. This, the Sheikh said, this is the example of the sound tawheed, the sound belief in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and having a sound creed, having sound creed and sound belief. It is firmly grounded in the heart of every believer. And this firmly grounded sound belief
will bring its fruits on the body of the believer. This shows the importance of the sound creed, that it is the base, it is the foundation upon which the building, the high building of the religion is built. This is why the Prophet ﷺ gave diligent care to at-tawheed, the oneness of Allah, and the soundness of the creed. He gave it an extreme care, alayhi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, as you know, he resided in Mecca for 13 years. He calls the people to that, saying to them, say, there is no true God except Allah, and you will be successful. And this is this was his call throughout the period in Mecca, throughout the Meccan period. When Rasulullah sallallahu alayhi wasallam migrated from Mecca to Al-Madina, he continued to call and to raise and upbring the people upon this tawheed. Rather, our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, he never abandoned this up until to the very last moment of his life. In the Sahihain, Bukhari and Muslim, from the hadith of Aisha and Ibn Abbas radiallahu anhuma, that when death came to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, he had a cloth that he had on his face, and whenever he feels out of breath, then he will take out that cloth from his face, and then he will say, may Allah curse the Jews and the Christians. They took the graves of their prophets as mosques, as temples, or as places of worship. They said that he, alayhi salatu wasalam, Aisha and Ibn Abbas radiallahu anhuma, they said he was warning against what they have done, what the Jews and the Christians have done. Also, before his death, 5 days before his death, alayhi salatu wasalam, as the companion radiallahu anhu narrated, he said, alayhi salatu wasalam, surely the Jews and the Christians, they took the graves of their prophets and the righteous people as mosques, as places of worship. So do not take the graves as mosques. I surely forbid you from that. From the diligent care of the Prophet ﷺ regarding the sound creed and the sound belief is the fact that he used to raise and upbring the young and the old upon that. So in the Sunan of At-Tirmidhi and the Musnad of Imam Ahmad from the Prophet ﷺ, that he said to Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, while he was a young child, he said to him, guard Allah, Allah will guard you. Guard Allah, you will find him in front of you. If you ask Allah. If you seek the help, then seek the help from Allah. And you should know that if the whole people, they gather together to harm you with something, they will not be able to harm you except with something that Allah has decreed for you. And if they gathered all together to benefit you with something, then they will not be able to benefit you except with something that Allah has already predestined upon you. The pens that write the decree have been lifted, have been raised up, and the pages in which the Qadr is written, the pages have been dried up. Also, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, part of him being so careful about this is that he would be calling to this while traveling or while being a resident. In the Sahih from the hadith of the companion Al-Juhani radiallahu anhu, that Rasulullah sallallahu alayhi wa once he prayed, he led them in Salat Al-Fajr, Salat Al-Subh, one day, and they were at Al-Hudaybiyah, the place called Al-Hudaybiyah, after the rain has come down. So he said, alayhi salatu wasalam, to them, do you know what your Lord has said? They said, Allah and His Messenger know best. So he said to them that Allah subhanahu wa ta'ala said, as for those who said amongst my servants that we were rained, we got rain by the excellence, by the virtue of Allah, His bounty and His mercy, then this person is a believer in me, and he is a disbeliever in the stars. As for the one who says that we have gotten rain because of the star of such and such, then he is a disbeliever in me, he is a believer in the stars.
Also, he, alayhi salatu wasalam, part of the care, the diligent care that he showed to this issue, is that he would call to it even in when they are at war. One time, they went out in a battle with the Messenger, sallallahu alayhi wasalam. So there were some new Muslims who passed by a tree. And that tree, the disbelievers used to hang their weapons on it, seeking the blessings from that, so that they will be victorious. So that tree, they call it that Anwat. So they said to the Prophet ﷺ, some of them, they said to him, have for us, we would like to have a tree, like they have a tree. A tree, they will hang their weapons on it, and they will seek the blessings. So Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, he was very angry with this, and he said, alayhi salatu wasalam, that this is the ways of the deviant or the mushrikeen. He said, you have said exactly like the children of Israel said to Musa, alayhi salatu wasalam, make for us a God, as in the Quran, make for us a God like they have a God. He also, alayhi salatu wasalam, from his diligent care towards this issue, is that even he would correct the wordings of the people, the words that the people use, which they don't really mean, but then these are words that are not suitable and they go against at-tawheed. So one time he said, he heard, alayhi salatu wasalam, one person say, whatever Allah willed, whatever Allah wished, and Muhammad wished, alayhi salatu wasalam. So Rasulullah sallallahu alayhi wasalam got angry, and he said to him, rather you should say, whatever Allah wished alone, whatever Allah wished alone. Also, he used to sometimes hear those who make an oath by other than Allah, subhanahu wa ta'ala. So he said, alayhi salatu wasalam, the one who wants to make an oath, let him make an oath by Allah, or let him be quiet. And he said in another occasion, alayhi salatu wasalam, that the one who makes an oath by other than Allah, then he has committed disbelief, or he has fallen into associating partners in worship with Allah. This is how Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was so careful about this issue. So we should be careful about it, and we should learn it. We should learn it from the book of Allah subhanahu wa ta'ala, and from the sunnah of the Messenger sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alameen, wal aqibatu lil muttaqeen, wa la udwana illa ala al-zalimeen. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، عباد الله، إن العقيدة الصحيحة تثمر الأعمال الصالحة، كما قال الله جل وعلا في الآية السابقة: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وصاحب العقيدة الصحيحة عمله مقبول ومرفوع إلى الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأخبر الله جل وعلا بأن السعي بالأعمال الصالحة إنما يرفع إلى الله ويقبل عند الله جل وعلا إذا اقترن بالإيمان والعقيدة الصحيحة. ولذلك قال الله جل وعلا عن أعمال الكفار: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صاحب العقيدة الصحيحة عباد الله يعيش ويحيا حياة سعيدة طيبة. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صاحب العقيدة الصحيحة عباد الله يثبته الله جل وعلا في الدنيا، ويثبته في القبر، ويثبته يوم القيامة. قال الله جل وعلا:
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأخيرا، صاحب العقيدة الصحيحة عباد الله يكون يوم القيامة من أهل الجنان. فالتوحيد والعقيدة الصحيحة عباد الله هي مفتاح الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. ولذلك قال الله جل وعلا أيضا: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لنحيا على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على ذلك وأن يميتنا على ذلك، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. Straighten the line, please. Get closer to one another. Don't leave any gaps. Heel to heel, ankle to ankle, shoulder to shoulder, so the line is straight. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our khatib today was the Sheikh Omar Hamroun, حفظ الله تعالى. He is visiting us for the first time from Algeria. The Sheikh حفظ الله, he studied in the College of the Quran Al-Kareem and he has his bachelor's and his master's in the same field.
He is visiting us. He's staying with us for 2 weekends, this weekend and the following one. And inshallah, every day, Friday, Saturday and Sunday, today, tomorrow and the day after, from 5 after Salat al-Maghrib, up until 9:30, these 3 days he will be doing the advice or the legacy of Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. He will be going through it and explaining it to us these 3 days, Friday, Saturday and Sunday. As for next weekend, Friday the 1st is also a holiday, so we will have him with us here also Friday, Saturday and Sunday. He will be giving the Friday speech also next Friday. And then in the evening after Salat al-Maghrib, 5 till 9:30 inshallah, for 3 days, January the 1st, 2nd and 3rd, Friday, Saturday and Sunday, he will be inshallah going through the rules, fiqh rulings pertaining to the mosque, to the masajid. What should be done and what should not be done in the masajid and the rulings pertaining to that. So inshallah we try as much as we can to benefit from him. He's leaving back to Algeria on Monday the 4th, inshallah January the 4th. Within the weekdays he will be giving lectures after Salat al-Isha, like around 7 p.m. inshallah. We will update you as to where he will be inshallah during the weekdays inshallah ta'ala. Inshallah, please come and benefit. Also, those of you who can cannot make it or can make it sometimes and cannot make it other times, you can watch all of these lectures on live broadcast from the website of the Quran and Sunnah Society, qssc.org. Quran Sunnah Society Canada, qssc.org. You can watch what we are doing live wherever you are, inshallah ta'ala. Please donate generously towards the masjid, as the masjid is in need of your support. We remind you of a dollar a day program that we started. This is something that is a small amount of money, but it will help the masjid a lot. So please register yourself and encourage others to register in this program. Inshallah ta'ala, jazakumullahu khairan. Once again, please spread the word about the visit and the of the Sheikh, and try to benefit him either by coming here or online, inshallah ta'ala,